السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم هي ذات شعبية كبيرة بزاف في الشرق الأوسط، هي الفلافل أو الطعمية. الفلافل هو طعام تقليدي عبارة على دونات أو كرات مقلية من الحمص أو الفول أو لهما بجوج. إن شاء الله في هذا الفيديو غدا نشارك معكم طريقتي المعتمدة في تحضير الفلافل بدون أي تعقيدات، وكيفاش نحصلوا على فلافل لذيذة مقرمشة وخفيفة في نفس الوقت. تابعوني حتى الأخير وما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو إلى عجبكم، وتشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو. غدا نكون سعيدة جدا بالاشتراك ديالكم. نخليكم الآن مع المقادير والصور وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو كيلو ديال الحمص منقوع ليلة كاملة، ربع كيلو من الفول منقوع ليلة كاملة كذلك، يمكن لكم تستغنيو عليه لما كانش متوفر، قزبر والمعدنوس، شومر يمكن لكم تستغنيو عليه كذلك لما كانش متوفر، بصلة كبيرة، 5 فصوص من الثوم، بيكربونات الصوديوم الخاص بالأكل، خميرة الحلوى. بالنسبة للتوابل، ملعقة كبيرة من القزبر يابس، ملح حسب الذوق، الكاري كيبقى اختياري، الكركم ملعقة صغيرة، الكمون ملعقة كبيرة مملوءة، والإبزار ملعقة صغيرة. يمكن لكم تضيفوا أي عطرية كتفضلوا متوفرة حسب الذوق. أول شيء كنطحنوا الحمص في الأداة في الطحانة الخاصة باللحم أو لأي طحانة متوفرة عندكم. بالنسبة للفول كما سبق لي وقلت يمكن لكم تستغنوا عليه، غير هو كيعطي مذاق مميز للفلافل. كنطحنوا الربيع، قزبر والمعدنوس، وكذلك الشومر. الشومر هو اوراق البسباس او لا هذاك الفوق ديال البسباس، كيعطي كذلك طعم رائع. البصل والثوم حتى هما كنطحنوهم. هنا من بعد ما انتهيت الطحن ديال كل العناصر غادي نخلطو جيدا. هذه هي العجينة اللي حصلنا عليها. في هذه المرحلة كنضيفوا التوابل، يمكن لكم تضيفوا البابريكا، يمكن لكم تعملوا اي توابل كتفضلوها او لاي منسمات كتبغيوها، كتبدعوا في الفلافل ديالكم. في هذه المرحلة يمكن لنا نخزنوها في الكونجيلاتور ويمكن لنا نخدموا بها. بالنسبة للتخزين ما كنعملوش فيها البيكربونات وكذا الخميرة، لذلك غادي نخزنها الآن. كنوضعها في بلاستيكات على هذا الشكل، كنحاول نفرشها مزيان في البلاستيك باش يسهل عليا يعني التخزين ديالها، وكذلك ملي كنبغي نستعملها مرة أخرى ما كتاخدش معايا بزاف ديال الوقت باش أنها يعني ديكونجولا. كنبقى مستمره حتى كننتهي. بالنسبه للتخزين ديالها كتبقى معنا مده طويله. على هذا الشكل وكنخزنوها في الكونجيلاتور. بالنسبه للفلافل الاخرى اللي غادي نستعملها فغادي نوضعوها في الثلاجه نصف ساعه قبل ما غادي نقليوها. غادي ندوزو الان تحضير
الاكستراتور او لا الصلصه ديال الطحينه اللي غادي نحتاج ليها، تقريبا 2 ديال المعالق ديال الطحينه، ملعقه كبيره من الياغور الطبيعي، عصير نصف حامضه، قليل من الملح والماء البارد. كنخلطوا الكل جيدا وكتصبح عندنا الصلصة المرافقة للفلافل واجدة وكتقدم باردة. من بعد ما كتمر نصف ساعة في الثلاجة، كنخرجوا الفلافل اللي غادي نقليو، كنضيفوا ليهم البيكربونات والخميرة، هادو هما اللي كيعطيها داك الخفة وحتى القرمشة ملي كتقلى. كنخلطوا جيدا وكنعملوا الزيت كتسخن. بالنسبة للزيت ما خصهاش تكون حامية بزاف باش يتقلاو لينا الفلافل على خاطرهم، يكتسبوا اللون الذهبي ويطيبوا لنا من الداخل. هنايا كنستعين بهذه الأداة ديال الفلافل الخاصة، كنوضعوها في الماء قبل كل استعمال، وكنوضعوا العجينة ديال الفلافل على شكل هرمي، نحاولوا ما نضغطوش عليها باش ما تجيناش مدقصة من الداخل، باش تجينا مهوية وماشي تقيلة. نخليكم مع الصور. الآن غادي نوضعوها في الزيت على هذا الشكل، كنوضعوها في الماء مرة أخرى وكنبقاو مستمرين. يمكن لينا عفوا نوضعوا فيها ثقب في الوسط باش تجينا على شكل دونات، كيف ما يمكن لينا نوضعوهم في السمسم او لا زنجلان، حتى هو كيعطيها مذاق رائع وحتى الشكل كيجي زوين. الا ما كانش عندكم هاد الاداه يمكن لكم تستعينوا باليدين، كنعملوا كرات على هذا الشكل، غير كنحاولوا ما نضغطوش على دوك الكرات، يعني ما يجيوناش قاسحين او لا تقال كما كتلاحظوا في الصوره. كنشكلوا كرات وكنوضعوهم يتقلاو اما في السمسم كذلك عاد كنقليوهم او لا هكذا نقدروا نقليوهم. كنبقاو مراقبين الفلافل حتى كيكتسبوا اللون الذهبي الجميل، وكنحيدوهم من الزيت. وكان هذا هو الشكل ديال الفلافل ديالنا الرائعة، شهية جدا. كنقدموها مع الخبز العربي والطراطور اللي حضرنا مع المخللات طماطم وخيار، وجبة رائعة جدا. يمكن لكم تعملوهم في السمسم او زنجلان، هو كيعطي شكل جميل للفلافل. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه لذيذه وسهله في التحضير بمكونات يعني متوفره. وهذا هو الصوت ديال القرمشه ديال الفلافل. ان شاء الله غادي تجربوا الوصفه وغادي تعجبكم. الان غادي نشكلوا ساندويتش سريع بالفلافل، كيجي حتى هو لذيذ بزاف. كتشكلوه كيف ما بغيتوا. هنايا وضعت الفلافل في وسط الخبز العربي، كذلك طماطم مخلل وخس، وكذلك صلصه التراتور، وكتقدموا الساندويتش بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو الى عجبكم، وتشجعوني بتعليقكم المميزه. اشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، غدا نكون سعيده جدا بالاشتراك ديالكم.
كنشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.